مدحوني احمد محمد سينلاي والصحافه ذو صوصاري وحاو حلالك يا ابني الحمله كم اذا قولها وزيرها حكومه مدحوني احمد سينلاي مقعبي حالك قار اسكو بدل كسميي والصحافه ذات كاس ونقل كم اذا سو غاري حفيز كورك تلفزيون كاي ستار تي في وحالو شيغين مدحوني احمد سينلاي وزير كوزاره مدحتي دو مقعبي محمود حاشي عبدي وهرو هانجري وزير كي دولستا ود حكومه مدحوني احمد سينلاي إن موضن علي حسن محمد علي مريحان لقبل أمانته وهذا وزيك وزارة دهولة قود إيه قريينتا حلبان علي مريحان وحو كم إذاها موضن ياشي تاقيري جري إقولها برلمان كحكومة ده مدوحيني أحمد سينلاي سيدة وين قد حموقضي تاقيري حسبك كل مية إيه جوابك معارض كالصومالي سيدوك المدحني أحمد محمد سينلاي وحو علي محمود أحمد علي زندلو مقعبي وزيك وزارة الشقة ياري مهب برشدة حكومة المدحني أحمد سينلاي علي زندلو وحوهرو هانشري وزير دوله وزارة النبضينتا قبل ضبري حكومة المدحني أحمد سينلاي سيدوك المدحني أحمد محمد سينلاي وحو وزيرك وزارة قرشين تقرنك ومقعبي علي حسين إسماعيل جردي علي شامبو وهرو هانشري وكيل كينيا أفردي جري حكومة المدحني أحمد سينلاي دكتور سعد علي شري وحلو مقعبي وزارة داري مهدي بدا سومالاد إنو نقضو هرو هانشري سعد علي شري وزيرك وزارة قرشين تقرنك سومالاد وحو الدور مهيمة وكعيار جري هولها دين عهيدها قرقاركا موضان عثمان عبد الله السحادة عداني وحلو مقعب إنو نقضو وزيرك وزارة دول استهودا حكومة مدحني أحمد سينلاي هرو حوانشري وزير دوله مالية حكومة مدحني أحمد سينلاي حسين آذن عقد دير ومددي شنطة صناعة حيد حكومة مدحني أحمد سينلاي كدفاع شري قرالو كبهن شري وبسيددا أيامان تنصيبو هلين نقضو أفين كمدحتويدا آقل كتشمريد الصوماليان iskuushanadani waxay ku soo beegmaysaa xilli sagaal wasiir oo kamid ah xukuumadda madaxweyne Axmed Sinaayo ay iska casleen xilki uu madaxweyne Axmed Sinaayo u magacaabay kadib markii ay sheegeen inay cabasho ka qabaan loolanka xisbiga muxaafidka kulmiye Xamse Cali Bulbul Star TV Hargeysa.